انتم تسمو في ساعتين فرح مع فرح بن عمارة من 9 ل 11 على اي فام احلى راديو. رجعنا لكم في ساعتين فرح العشرة وتسعة دقائق على اي فام احلى غدو. مازلنا متواصلين قبل موجز الاخبار. كنا خدينا سي ناصف ناجح رئيس بلدية الحامة في متابعة الوضع الوبائي بمدينة الحامة. وفما جديد انه رئيس قسم الاستعجالي بجابس مرض بالكورونا. معناها هذا نتصور نتيجة الامال مش على حاجة اخرى. ما نجموش نحكيو على رئيس قسم الاستعجالي اللي هو يستقبل برشا مرضى في جابس اللي تفتقر الى المقومات انه باش يرتقي باش يكون مستشفى جهوي. معناها اليوم سورتو انه نادى المجتمع المدني بجابس انه باش يكون يلزم يكون فما مستشفى جامعي. وكانت برشا وعود انتخابيه ولكن ديما فما حجر الاساس. الناس تجي تصور بحذا حجره وتروح. اللي صاير اليوم في مستشفى الجهوي بجابس حاجه خايبه برشا على خاطر فما برشا اهمال، فما برشا نقص من العمله، فما برشا حاجات ما تتقبلش. والحاجه الكبيره اللي هي ما تجيش انه اليوم عندنا ناس قاعده تخدم غاديكا ومعرضه للمرض بالكوفيد ومعرضه للمرض بالكورونا فيروس، وما فماش حتى لي ميزور سيكوريتي في المستشفى الجهوي. نعاود نقول راهو مستشفى جهوي. معناها اليوم كي نحكيو على ولايه جابس نحكيو على تعداد سكاني كبير، نحكيو على مستشفى الناس الكل تمشي له على خاطر مستشفى الحامه ماهوش مجهز برشا حاجات. مستشفى وذرف صحيح فيه التجهيزات ولكن ماهوش مجهز بالكامل. معناها ما فيش المقاومات باش يكون يستقبل الناس اللي جايه من منزل الحبيب ولا الناس اللي جايه من المطويه ولا الناس اللي جايه من غنوش. معناها مستشفى مارث كيف دونك الناس كل تصب في مستشفى جهوي بجابس. وقت اللي نشوفوا في حاله وبائيه كي من هكاية يلزم برسمي الدوله تتلفت مش في الفتره هذه فقط ولكن حتى على قدام، على خاطر اليوم راي جابس تواجه في الكورونا فيروس. يلزم تونس الكل تتضامن مع جابس ونبعدوا على كل التجاذبات السياسيه حتى في وسط جابس على خاطر هذا هو اللي صاير في جابس اليوم واللي صاير في المستشفى. فهو برشا ناس تطوعت من مواطنين بالخارج اللي نشكروهم، منهم عماد دونك اللي حبوا يوفروا تجهيزات ولكن ديما تبقى تعطيلات في الديوان وفي الحكايات هذه. ان شاء الله ربي يقدر الخير وان شاء الله ربي يحفظ جابس ويحفظ تونس الكل. هو المجتمع المدني في فترة الحالة الوباء الكبيرة اللي عاشتها تونس براتيكمون اتجه نحو المستشفيات الجهوية اللي موجودة في الدواخل حتى ينقص شوية من الضغط ان شاء الله على كل لفتة انتباه. كيف المجتمع المدني الدولة وحدها اليوم باش تكون عندها كونترول كبير على تونس كامل يمكن صعيب برشا. لازم الإعانة، لازم الإحاطة، لازم نحاولوا نعاونوا بالإمكانيات اللازمة والناس اللي باش تتبرع زادة لأنه وصلت برشا تبرعات في الفترة الأخيرة وما فماش فلوس، الفلوس ما خرجتش. معنا وصلت فما برشا تبرعات ولكن ما فما حتى شيء، ما فماش حتى فلوس خرجت، ما فماش مستشفيات قاعدة متطورة، ما فماش مستشفيات قاعدة ترتقي باش نسميوه مستشفى. كلهم ولاو كيما مستوصف، ما عادش مستشفى، ما فيش تجهيزات نتاع المستشفى، ما فيش ستاف ميديكال نتاع مستشفى، ما فيش ستاف باراميديكال نتاع مستشفى. بالرسمي الأخبار هذايا نتاع إن شاء الله ربي يشفيها دونك رئيس قسم استعجالي بجابس حاجه توجع على الاخر على خاطر اليوم وقت اللي نسمع اخبار كي من هكايا ما فماش حتى حاجه تنجم تبرر جوست اللي فما اهمال في العباد اللي داخله والخارجه للسبيطار. معناها وقت اللي نحكيو على سبيطار معناها ما عادش اللوم على قهوه، ما عادش اللوم على 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 بلاصه موجوده في جابس. دونك ان شاء الله ربي يحفظهم الناس الكل وان شاء الله ربي يتوج العمل اللي قاعد صاير توا في جابس باش يسيطروا على الكورونا فيروس اللي نعرفوا اليوم في امس الحاجه. العباد الكل باش تتضامنوا مع بعضها والمجتمع المدني كما كنت تحكي في جابس ماهوش مقصر، قاعدين يخدموا في خدمه كبيره برشا. ان شاء الله يا ربي تتضافر الجهود نتاع الناس الكل ونوقفوا نزيف نتاع الحالات اللي قاعده تتالى. وسورتو الكلام نتاع رئيس بلديه الحامه نتاع قبيله اللي قال باش نكثروا من اخذ العينات ومن التحاليل على خاطر فما ريسك كبير انه يتضاعف العدد. معناها من 89 شوف الفيزيون وين باش تمشي، خاطر كي نحكيو على معمل فيه اصابه دونك فيه 600 عامله. وعلى فكره لو فما سيرفر في مقهى في جابس مرض بالكورونا وفاقوا به وتسكر المقهى ولكن شوف قداش من واحد دخل المقهى. جست باش نفهموا راهو الوضع في جابس توا ماهوش تحت السيطرة. إن شاء الله الناس الكل تتلفت للولاية ويتلفتوا للجهة على خاطر ما فماش قرارات بالرسمي اللي باش توقف النزيف هذا. حكينا على الوضع الوبائي شوي آخر باش نحكيو على الوضع الرياضي. لأنه باش يكون حاضر معنا الكوتش داليتا بيم باش نشوفوا وين وصل لو ديفي. يعني تقريبا الكونتر روبور قاعد يمشي ونخلطوا نهاية الموعد. نخلطوا نهاية الموعد في خلطناش الجمعة الأخيرة تندورها تندورها كيفاش؟ إذا
انت البارح في احتفالك بعيد المرأة البارح انت ما احترمتش التدابير اللازمة. كلمت الكوتش نتاعي انا وخذيت منه شنو ناكل شنو ما ناكلش وكا دونك شوي اخر باش تكون حاضرة معنا الدبارة وسيرين شقير باش تعطينا لا روسيت نتاع لازانيا ايبينار سومو. باش تكون حاضرة الدكتورة هاجر لجنف باش نحكيوا على الهيدروفاسيال وهال تندونس جديدة اللي موجودة في عالم التجميل واللي نيميرو 1 في امريكا شكون اللي ينجموا يستعملوا هالتكنيك هذيا الهيدروفاسيال. دونك باش تكون حاضر معنا زيدا لو كوتش دالي باش نحكيوا شنو اللي صاير وشنو اللي ماهوش صاير في الديفي. كيف كيف في بريكو ديكو باش نحكيوا على التزويق الداخلي لغرف النوم وسورتو بالنسبه للليتري باش نعطيوا افكار ولي تندونس جديده في الليتري كيفاش نفرشوا الفرش لانه في الصيف براتيكمون اون مانك برشا دانسبيراسيون مش كنا في الشتاء هاو نحطوا لي جوتي نحطوا الكروشي على الفرش وغيره. دونك باش نعطيوا اكثر ديزاستوس للعباد اللي يسمعوا فينا. لكن بما انه البارح احتفلنا بعيد المراه ونعرفوا انه المراه عندها قسط كبير في موعدنا في ساعتين فرح كل مره ناخذوا ان بروفيل نتاع امراه تونسيه كاتحه لانه المراه التونسيه اليوم وباش نسمعوا من خلال التصريحات تقول لك انا نحشم باش ناخذ مصروفي من عند الوالد ولا من عند الوالده. ونحكيوا هوني على جينيراسيون اكس اللي هي الحريه والهدف الوصول للهدف والاعتماد على الذات. هذيك علاش باش تكون معنا انصاف عوالي اللي هي فتحت محل صغير متاع اكله سريعه باش تنطر المصروف متاعها وتكون هي زاده بيدها فعلا في المجتمع. هذه فام ديجور بالنسبه لليوم. انصاف عوالي عندي 4 سنين نخدم في ريستو نعملوا اكله خفيفه مليوي وشاباتي. خدمتنا متعبه بالطبيعه فماش خدمه بلاش تعب. يلزمها الكومين بكري وتحضير العجينه وصلايط ونظافه اهم حاجه شعارها نظافه كها ومعروفين يعني على البنه نتاع المليوي نتاعنا. يجيونا العباد عندنا كليونات حتى الباساجي كي يجيو يعاودوا يرجعوا بحكم تعجبهم البنه والكل. انا طوع عندي بريسك داخله في العام الخامس يعني بديت 20 سنه في الخدمه هذه. برشا يقولوا لي ليه مش ممتع عمرك وبرا شوف خدمه ما خير وزيوت عليك وسخانه ووقفه والكل حتى معناها دارنا يقولوا لي الموضوع هذا. انا نحبها غرامي الكوجينه والتصنيف معناها حاجه مش غصبا عني انا اختارتها فهمتني وكها وضبط عليها وديما مصره اني نكمل فيها والحمد لله رغم التعب وصعوبات الكل لاباس. نقوم الصباح بكري 5:30 نهبط نحل الحانوت تحضير مش ساهل بشوي بشوي تعودت ما عادش قلقني التعب حاجه سيء. وانا مانيش مكناوع على البنات نمد يدي لامي ولا بابا باش ناخذ مصروفي لا نحب نعمل على روحي اصلا نحشم باش نقول لبابا في العمر هذا بابا رجل كبير اعطيني مصروفي ولا حاجه انا ما نقبلهاش. والمراه كهو لازمها تكون مناضله. انا ماذا بيا نهاري نعديه الوقت نعديه في الخدمه خير من اللي نعديه في الدار رغم التعب. نفادلكوا ناس نخدم معاهم ناس طيبه على الاخر معاملتهم لينا باهيه عباره حانوتي مش نخدم معاهم. تحضير والكل كليونات زاده يحبونا وانا نحب كليوناتي بالطبيعه ديما ماذا بيا نودهم بالحاجه الباهيه نعمل مجهودي باش نفرحهم. وماذا بيا ديما اللي ياخو من عندي مره يرجعني 2 و3 وكا وان شاء الله ربي يكون في العون. ديما اللي يجوني يقولوا لي ماكلتك بنينه ونظافه ما شاء الله الحانوت نظيفه والكل هذاك علاش نرجعوا فات بنينه. نحل الحانوت 5:30 نحضر العجينه معايا بالطبيعه شكون نتعاونوا مع بعضنا صلايط نحضروا الكونتوار نمشيو نشريو نقضيو السلعه زاده نمشيو للمارشي نجيبوا سلعتنا. نبدأ ونحضروا الكونتوار كل ما شاء الله الخدمة تبدأ على بكري معناها المليوي تلقاهم 7 ما شاء الله يستنوا في المليوي نحضروا كهو عنا وقت الخدمة زادة ما شاء الله نخدموا حتى الآخر الليل احنا نصف الليل باش نسكروا الحانوت. وننصح للي ما كملوش قرايتهم إنسان ما توفقش في قرايته ينجم يشوف صنعة يد. صنعة يد حاجة باهية برشا ويسعى ديما باش نحسن مستواه شوية والمشروع يبدأ بشوية بشوية لأن ما شاء الله يكبر يولي حاجة باهية ومعروفة. لقيت صعوبات من الأول جاتني حاجة صعبة برشا
في الخدمة ما نبدأ مربوثة حاجة مانيش مستانسة بها في بدني زادة يرجع لي التعب ولات لي مشاكل في الوقفة والكل هذاك الكل وصريت باش نواصل ونكمل ونواظب على خدمتي والحمد لله يا ربي تعودت عليها ما عادش قلقني التعب ما عادش قلقني السخانة ولات حاجة عادية العمل عبادة والحمد لله. في ساعتين فرح العشرة وتسعتاش دقيقة هذه إيه فام أحلى راديو بعد ما سمعتوا الفام دي جوغ نمشي وديريكت مع بعضنا مع دبارع تحضر معنا في استوديو سيرين شقير. صباح الخير سيرين. صباح الخير فرح. شو أحوالك؟ الحمد لله. أحكي لنا حالة الكيس البرا في الشارع يظهر لي فما سيركيلاسيون كبيرة. على الأخر. وين فانا نيفو؟ بعد المطار. بعد المطار فما حادث مرور؟ فما أكسيدون صغير. دونك تقف الدنيا تقف السيركيلاسيون. تنسى ماك تعرف اللي يقعدوا باش يتفرجوا على الأكسيدون أكثر من هما اللي يسدوا يوقفوا الدنيا. إي وي دونك اليوم باش نحكيو في دبار على أون روسيت سالي دونك باش نحكيو على لازاني أو سومون اي ايبينار دونك نحن متعودين ديما من مازال ريجيم ولا؟ لا مازال ريجيم مازال ريجيم ما فماش ماكلة حتى اليوم. جبتها؟ مدام دالي مازال ما وصلش اوكي مش يسمع فينا هو لا انا جو سوي سيغتان يسمع فينا توكي يجي من بعد باش تعطي على راسو انا في بالي بالموضوع هذا الكل دونك لازانيا سومون ايبينار دونك نحن متعودين براتيكمون لازانيا نستعملوا البولونيز اللي هي الكلاسيك مع الغابو دونك هذا اللي نستعملوا اليوم باش نعملوا اون روسيت ريفيزيتي هذاك علاش عندنا الفيديو دونك حاضره بالنسبه اللازانيا سومون ايبينار شنو اللي يلزم ابارسمون والايبينار والورقه نتاع اللازانيا لا صوص طومات صوص طومات مش صوص بيدا لا 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 فما لا صوص بشاميل وفما لا صوص طومات نحطهم الزوز داكور لا تحطهم الزوز اما راه فما نوت غوسيت كان تحب تنجم تعملها تولي كلها بيدا مي انا واحده من الناس ما تنجم تعملها كان بالبشاميل هكا مي انا واحده من الناس نحب كل لوغول نتاع هكا نتاع فما الصوص نتاعنا الحمراء معناتها القروسيه شويه نقول هنا نتاع الصوص طومات صحيح اي دونك لا غوسيت سي على الاخر لا صوص طومات نعملوا اون صوص طومات عاديه تنجم راه اونتر بارونتيز انا عملت افيك دو لا طومات كونسونتري مي تنجم تعملها افيك دو لا طومات فريش اي باش تجي اخف صحيح ما يقلقش الثومه نتاعنا الرند الزيت ملح فلفل كحل شويه شويه فريمون شويه هكا فلفل زينه جوست هكا باش باش ما ضيعش الجو عادة ديما اللازاني ما نحطوش فيها برشا هريسه ولا بهارات صحيح شويه هكا جوست هكاكا شويه نطيبوا الصوص نتاعنا على رواحنا انا هوني في الغوسيت هذايا عملتها افيك دو لا سومون فومي مي تنجم تعملها بالسومون فخي كان باش تعملها بالسومون فخي تولي طيبوا لو سومون مع الصوص داكور مش اون بابيوت وحده لا 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 طيبوا مع الصوص نورمال كان باش نعملوا مقرونه بالحوت عادي كيما نعملوا مقرونه بالسفن ولا حاجه نرميو الحوت اخر دقيقه معناتها بالليش خاطر هو ديجا السومون يتيب فيسا فيسا دونك نطيبوا الصوص نتاعنا عادي نورمال نخليوه على جنب نتعداو الصوص بشاميل كيف 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 صوص بشاميل عادي على الاخر نتاعنا اللي هي متكونه من الفارينه من الحليب ومن الزبده اي ونواد موسكات نواد موسكات اكزاكتلي انا الحقيقه انا هوني ما حطيتش راه داكور ما عند شو الحقيقه ما عنديش وقتها دونك ما قلقتنيش عملت بلي عندك عملت بلي عندي اي من بعد شو عنا اخر من بعد على لي زيبينار لي زيبينار شو نعملهم لي زيبينار لي زيبينار ما فيهم نغسلوهم بالكدا بالكدا قصوهم اي وتحطهم يتحطهم يتقليو في الزبده ما تحطش الملح اذا في الليبينا خاطر هو ديجا مالح شو سامحني انا فما حاجه ما قلتها لكش اديتها هوني في لا روسيت نتاعنا الكلها راهو حتى في الصوص طومات حطيت نكته ملح اي خاطر انا عملتها بالسومون فومي دونك هو ديجا مالح اي والفرماج مالح اي دونك ما تزيد حتى شيء ملح مهم برشا لانه عاده الليبينار ديجا يسيبك الملوحيه نتاعو دونك باش نعملوا ان سيغتان اكيليبر في الجو نحيو الملح تجيك مالحه على الاخر اي خاطر وسورتو كو ليبينار فيه برشا ماء دونك انا اللي نحب نعرف لاستوس نتاع ليبينار كي تقليه يسيبك لازم تخليه حتى كشي يشيح من الماء حتى يشيح من الماء باه حتى يشيح هو ديجا هاك ترى انت كي تحط باش تحط اون كغون كونتيتي نتاع ليبينار من بعد يسوفي حطيتها في القلي ومع الزبده تولي لك نكته نكته اي دونك براتيكمون بالنسبه للازانيا هوني في الغوسيت نتاعنا قداش نحطوا ايبينار انا يظهر لي حطيت بريسك كيلو
لا لا مش كيلو رطل رطل اون فادير رطل خاطر هو ديجا ما يوزنش دونك كيلو برشا باش يولي برشا بي رطل دونك دونك ليبينار ما نعملوش لا تكنيك نتاع الشو والفخوا باش تقعد داك الخضوريه نتاعو والله انا ما عملتش لا 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 ما صارلو شيء فيك انا حطيتو سوتي دونك ما عملت له حد شيء ما خلقش معي بالنسبه انت عملتها دونك بالسومون فومي دونك دو بريفيرونس ناخذوا ان سومون فومي نوتر ماهوش بالاعشاب ماهوش فين زيرب اكزاكتومون دونك ناخذوا حاجه بدلك المطعم اي ناخذوا حاجه نوتر تو بالنسبه للتركيب للتركيب قبل التركيب سامحني بالنسبه للبات نتاع اللازاني انت كيفاش تخليها نيه تحطها ولا يعني نحطها نيه ما نصمتهاش مي دونك الصوص نتاعك تعملها جيريا شوي داكور باش تجيب في الصوص نتاعها انا نحطها هنا دونك للتركيب لازم ديما دو بريفيرونس ما تحطش الصوص هي الاولى منها للبلاطو دو بريفيرونس تحط البشاميل هي الاولى من البلاطو باهي ومن بعد نحطوا بعد ما حطينا البشاميل نحطوا الكوشلوله نتاع البات اي من بعد نحطوا صوص طوماط اي ومن بعد نحطوا صوما اي ومن بعد نحطوا البشاميل البشاميل والبينار باهي معناتها انت باش تحطهم فارقين كان تحب حدا في الفيديو تلقاها معناتها مش معناتها هكا تحط صوما ماكش تحط كونتيتي كبيره راهو معناتها باكو نتاع 150 غرام يكفيك بالكدا بالكدا معناتها مش باش نقول لك مثال باش تحط نعش نرطل ولا درا قد خاطر هو ديجا قويه دونك ديجا انت في هذا الكل افيك لا بيشاميل ولو فروماج معناتها كي باش تاكل ان بتي مورسو باش تتقنى فهمت صحيح دونك تبا بزوان باش تحط برشا تحط برشا دونك وتقعد تعاود العمليه هذيك تعاود العمليه هذيك اونتر تان في كل ايتاج ما بين كل ايتاج دو بريفيرونس زيد تحط فروماج فما ان فروماج سبيسيال بالنسبه للابينار سومون لي لي والله بون انا الحقيقه ديما ناخذ بون ما نجمش نسمي الاسم دونك بلوتو ان غروير ولا بلوتو موزاريلا ارتيزانال وي تو بو فير لو غروير اوسي خاطر لو غروير يذو مي فما الاخرين كلي بريباراسيون سورتو با على خاطر ما فما حتى مطعم فيهم فما دايوغ تشريو الباكو نتاع الجبن المرحي تلقاو معناتها اون بريباراسيون de fromage ou elle est le du vrai fromage. Exactement. Tu as le mentionné, tu as le choix, mais tu as le choix de la chose. Sinon, on se. Sinon, tu as le choix de la mozzarella. Tu as le choix de la mozzarella. Exactement. Tu as le choix de la mozzarella. Elle fait l'affaire. دونك نركبوا البات نتاعنا لي صوص نتاعنا السومون لي بينار وفي الاخر بكل الكوش الاخرانيه في الكوش الاخرانيه فما كل عبد كيفاش يعمل فما شكون اللي سكرها بالبات اي انا واحده من الناس ما سكرهاش بالبات خاطر عيد سكرها بالبات من بعد تيبس تيبس تولي كروكونت وتتحرق في في الفور انا واحده من الناس ما نسكرها بالبشاميل وبعد ما سكرها بالبشاميل ونزيد نحط الفخماج احسن حاجه لازمكم تعملوها كي تحطوا في الفور راهي تغطيوها بالبابي الو وي خاطر سينو شنو باش يصير هي باش تقعد برشا باش تطيب باش تقعد او موان 45 مينوت دونك شنو كي باش تخرجها انت وهي مش محطوطه لا في البابي الو لا حتى شيء الفخماج باش يتحرق اي باش تولي معناتها باش تحسها اللازاني ولا تيبسه ما عادش حاجه هكا عشان دايوغ تشوفها في في الفيديو كي تبدا معناتها حطيت انا كيفاش تبدا تقص فيها يبدا شيعها سي سا لو برانسيب نتاع اللازاني معناتها مش باش نبدا تخرج عليا ناكل في طرف طاجين انا اي سي فري معناتها لازم تاكل وشاي يبدا هابط معاك وي وي دونك انا براتيكمون ديما نغطيها بالصوص بيشاميل ونغطيها بالبابي الومنيوم كي تيب وقبل ما تطيب بشويه نخرج نحط الفخوماج صحيح وبعد نعاود نرجع صحيح تنجم صحيح هذاك شنو نقول لك تنجم انت شنو تعمل ريت ولا حتى كي هي تيب فرحك وقت اللي طابت سي وقتها تنحي البابي اليو وتخليها حتى دريجي جوست هكا باش باش تحمر تحمر شويه اي صحيح اما ما تحطهاش من الاول ما غير بابي مهم برشا دونك هذه الدبارة نتاعنا بالنسبة اليوم اللازاني او سومون ايبينار تنجموا تتفرجوا في الفيديو نتاعنا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام وتشوفوا لا تكنيك نتاع اللازاني يعطيك الصحة سيرين شقي يعيشك فرح مشكورة دونك بزربة بزربة اليوم على خط سيركولاسيون في الحنية يظن حتى هاجر واحد شوية في سيركولاسيون صباح الخير هاجر بونجور دونك الدكتورة هاجر لاجنف شوية اخر باش تحكي لنا في استوس بوتي على ليدغا فاسيال وقايد استوس بوتي باش نحكيو على اون ريفولوسيون في عالم التجميل اللي هو ليدرو فاسيال دونك بالنسبه ليدرو فاسيال اللي هو تري توندونس الفتره هذيا الي نيميرو 1 اوز ايتازوني دونك شنو هو ليدرو فاسيال ريالمون ليدرو فاسيال او فيت سي ان سوان
mouche des injections, rahou c'est un soin. Donc ça consiste en quoi au fait, fille 5 ou la 6 ou la 7 ou la 10 qui met une petite étape, donc en fonction du type de peau li عندك. Donc on commence par une exfoliation de l'épiderme, معناتها نقشروا شويه الجلد نحيوا شويه من الكوش دو البيديرم اللي هي لا كوش كورني الفوقانيه. Ensuite نظفوا الجلد par une aspiration زيد deuxième étape une aspiration des comédons, des impuretés, donc les peaux acnéiques, les peaux séboréiques, les trucs qui disent j'ai des points noirs تحت الجلد, j'arrive pas à les extraire. Donc c'est un nettoyage en profondeur. La troisième étape, bon, هو باش نحلوا شويه les pores من الاول. ومن بعد معناتها c'est une ouverture temporaire des pores. نجبدوا اللي في وسطهم, معناتها les impuretés, le sébum en fait, tout ce qui est que les qui تنزل انت تخرجوا هكا ابيض في وجهك. Les impuretés, les impuretés, les points noirs, le col. On va nsakrouhom les pores dilatés, donc les halinéhom n'aad, on sakrouhom. On nkhdmou avec les petites ridules, les milfouk, nkhdmou avec l'éclat du visage, nkhdmou avec l'étage, n'amlou drainage, n'amlou LED, n'amlou micro, n'amlou hajet, معناتها en fonction du type de peau. Donc, chnou, au fait, علاش تخلق le soin hydrafacial من الاول. تخلق على خاطر فما عباد تقول لك انا وجهي نحسه مدخن, معناتها ما عندهاش تاش اما تحسه مدخن. وتلقاها ماهيش فيموز وتلقاها في الدار وتلقاها ترقد سوفيزامون وما عندهاش يا اوكان بروبليم دون سا في الفي دو سبور وكل اون بون سونتي, مي تلقاها وجهها كي تغزرها تحسه مدخن. او فات تلقى عندها دي بوان نوار ولا دي امبورتي في الوجه, كل لي بوان هذوك اللي يقربوا لبعضهم برشا معناتها في لي بور دي لاتيل يظهروا يعطيو اسبي نتاع وجه مدخن. دونك كي تنحي لها لي امبورتي وتعمل اكستراكسيون دو سي الكل من الوجه, وجهها يبياض معناتها لي بور هذوك وليو يتنفسوا وليو او فات يعملوا ايشانج غازو وايشانج سامبل افيك لير معناتها امبيون وما فماش حتى نقول انا وسخ هذاك معناتها. دونك سي سا لي دغافا سي تنظيف البشره, سي ريفليكسيون نتاع الوسخ اللي موجود تحت الجلد اللي يخلي الاسبي هكا مدخنه. اكزاكتومون, دونك لي دغافا سي او فات من الاول تخلقت بور لي جون اللي عندهم اكل لا بو غراس لا بو سيبوريك لا بو acnéique, c'est un nettoyage de peau pathologique maloul et surtout l'acnéique ou séborique qui les trois qui dit ma عندي زيت في وجهي. Ou بعد لقينا اللي حتى كيف نجربوها على دي بو البو نورمال اللي تبدا عندها بو ميكس ولا بو نورمال كيف كيف راهي سا دون معناتها اون اورا توجور دي امبورتي معناتها سي هذيك الحاجه اللي انا مبهتتني معناتها تقول واحد ما عنده حتى شيء ينزل بضوافر والدنيا بدا يخرج ما فما شيء, مي كي تعمل له لي دغافا سال تخرج له كامام دي امبورتي معناتها سي توجور يا دي امبورتي اي سورتو في الكونتور نتاع الخشم نقول انا هوني في الزون تي هذيا يا توجور دو سيبا. اي دايور ديما الناس اللي يعملوا لي دغافا سال هذيا فما الدبوزه اللي تخرج لي زامبورتي نتاع الوجه, دونك تشوفك الوسخ اللي كان غيرمون في الوجه حتى الميك اب كوتيديان بالنسبه للمراه, دونك هذاك كله يل سانفيتر في وسط البو وهذوك كله دي برودوي شيميك, دونك اترافير ليدرا فاسيال دونك نخرجوا هيك لي زامبورتي ونخليو الوجه يتنفس. دونك انت كي تقول لي هجر هوني نحلوا لي بور, فما عباد ديجا لي بور نتاعهم محلولين, دونك هذوك كيفاش تتعامل معاهم؟ باهي احنا نحلوا لي بور راهو سي اون كيما قلت لك انا سي اون اوفرتور تمبوراير دي بو مع دو ديبور معناتها احنا باش نحلوهم تمبوريرمون نجبدوا اللي في وسطهم ديجا الكل, وفما اللي محلولين دو ناتور معناتها تلقاها بو ديلاتي وديجا عندها لي بور ديلاتي وكل شيء, دونك هذوك الكل نجبدوا اون في ليكستراكسيون دو سيبوم وهي لي بور نتاعها محلولين, وبعد نسكروهم. لا ثوازيام ايتاب سي تسكير لي بور ديلاتي, فما دي تكنيك في وسطها, فما لا راديو فريكونس, فما برشا حاجات معناتها دي كورون نعديوهم نحن في البشره باش نحاولوا نعملوا تايتنينغ معناتها نسكروا لا بو, فهمت اون في اون كيفاش نقول ريتراكسيون ولا نلمو الجلده, فهمت؟ دونك هذوك الكلهم سي لي زيتاب الاخرانيين نتاع لي دغافا سيال, علاش قلت لك راهي تنجم تتعمل في كاتر ايتاب, كي تبدا لابو ماهيش ديلاتي ولي بور ماهمش محلولين من الاول, كيما تنجم تتعمل اون 10 ايتاب وقت اللي تبدا لي بور ديلاتي من الاول, وقت اللي انت لازمك تعمل توت لي تكنيك الكل باش تسكر لها لي بور, ميم سي فو اديسيوني دوتر شوز, معناتها تنجم تزيد حتى ام ميكرو نيدلينغ, من بعد تنجم تزيد حتى معناتها فما برشا حاجات تكنيك احنا نزيدوهم مع لي دغافا سيال باش نسكروا لي بور ديلاتي.
جيلاتيه هذوكا سي دو كاب بار كا سي دو كاب بار كا بيان سور بالنسبه للعباد اللي يعملوا ليدرا فاسيال دو بريفيرونس يكون في الشتاء في الربيع في الصيف سي اللي شي تعمل صيف وشتاء وخريف وربيع وكل شيء على خاطر ميم لي سوبستانس معناتها لي اسيد لي اتش اللي هما لي بيلينغ ليجي اللي يتعملوا في لي سوليوشن هذوكا نتاع ليدرا فاسيال اللي في الماشين ديجا اي سون ديجا كونسيي معناتها وتعملوا باش تخلقوا باش يتعملوا ميم اون سيزون معناتها سيزون ديتي معناتها حتى في الصيف يتعملوا علاش على خاطرهم سي دي بيلينغ ليجي اي اون بلوس ادابتي للشمس معناتها ما نجمش نخليو زاد اون بو سيبوريك اللي هي في الصيف اللي تعمل برشا اكسيت سيبوم نخليوها في الصيف نقول لها والله ما نجمش نعملو لك راه دونك ايزون كريي ان بيلينغ اي دي سوبستانس اللي نجمو نخدمو بهم في ليدرا فاسيال بوندون ليتي دونك مهم برشا اليوم ليدرا فاسيال انا بنقول كل في بالي ايدرو فاسيال معناتها هو بالماء علاش خاطر يعني هيدراتاسيون بعد معناتها تكمل تنظف لها الوجه الكل وتنحي لها السيبوم الكل وتعمل اكستراكسيون راهو في الاخر راهو نزيدو نعملو اون فما دي سوبستانس اللي البريسيون هذيك كلها نعملوها بور ايدراتي لا بو على خاطر زاد لا بو انت كي باش تشيحها وتشد لها السيبوم نتاعها الكل تبدا شيحه نخاف ولا تقشر دونك نعملو لها اون ايدراتاسيون في ليتاب الاخر هذيك هذاك يسموها ايدرا فاسيال او ميم طون ايدرا فاسيال دونك تنظيف البشره اون بروفوندور اي او ميم طون ليدراتي بي سي لو بروسيسوس فما ان بروسيسوس لازم واحد يعملو والا على قداش من مره في العام سي او كاب بار كا كي تبدا اون بو سيبوريك وتبدا هي برشا معناتها من الاول باش تبدا تعمل كل شهر اي باش تبدا كل شهر بوتيتغ تعمل اون سيونس دونك سي لي بو اكنيك بوستولوز تبدا عندها اون معناتها تبدا عندها اون اكني انفلاماتوار وبوستولوز وميكرو كيستيك وكل شيء دونك نحاولوا باش نظفوا لها البشره على قليلها مره في الشهر بوندون او موان 3 سيونس دو سويت حتى لوين هي تلقى ليكيليبر نتاعها بيان سور نعطيوها دي ان تريتمون في الدار ا دوميسيل اللي هي تعمل به ليكيليبر دو لا بو معناتها يولي ليه غرا وليه شيحه البو فوالا وبعد تولي تعمل لك النيتواياج هذاك على دوموند تولي هي تعرف روحها وقتاش البو نتاعها زيتت وقتاش البو نتاعها ولات تحسها مسخه معناتها ولات فيها برشا دي بوان نوار وكل شيء كونت ال كوليكت لو سيبوم كونت ال كوليكت لي بوان نوار باسور مش بالفريكونس الاولانيه اللي جاتك بها هي مي تنجم تكون مره في الست اشهر مره في الاربع اشهر مره في العام دونك سي او كا بار كا اون فونكسيون دو تيب دو بو مي فيها بيس بور اون بو نورمال نقولوا نحن تعملها حتى مره في العام ولا مرتين في العام سي ديجا بيان معناتها مهم برشا ديما باش نلقاو فك التوب هذاك لوسخ سي كلير ديما نلقاو فيت هو الحاجه الباهيه اللي كي نكمل ديني باسيون تقول لي بربي وريني لوسخ نتاع الوجه نتاعي معناتها باش نشوفوا لو ريزولتا ايوا نشوفوا الريزولتا تلقاهم هكا ديني انا ساعات هكا بالماشين نبدا نخدم ونمد لها نقول اغزر هاوما لي بوان نوار راهو حتى ساعات اون بو نورمال ويل سو ديماكي بيان وتنحي المكياج وتنحي الفون دو تان وتنحي ليكرون وكل شيء معناتها كل يوم وكوتيديانمون وكي نعملوا لي دغافا سالج مش نجبدوا لها شويه مكل فون دو تان ولا وسورتو الزيت اللي موجود لو سيبوم اللي موجود في الوجه بون هي زاد جانسيست بيان اللي بيان بور ليلاستيسيتي دو لا بو اي لا فيرميتي علاش على خاطر نجموا نعملوا كيما قلت لك ان في تايتنيك في الاخر دونك نعملوا غافيرميسمون فوالا هاي الكلمه اللي وجع عليها غافيرميسمون ما نعرفش كيفاش نترجمها بالعربي لا غالب ما عنديش فكره غافيرميسمون دو لا بو تايتنينغ زاد بالانجلي ما بالعربي على غالب عاونا قلنا كلمه بالعربي يمكن باش نذويو الوجه تايتنينغ جايه من تايتنينغ كلمه تلم البشره تسكرها فوالا التئام البشره التئام نرجع لها في الدكسيونير دي بعد تتكمش فوالا تتكمش فوالا نسكروا شويه الجلده دونك بور لا فيرميتي ليلاستيسيتي دو لا بو اللي اكسترا اوسي زيدا مش حكر عن نساء برك حتى رجال يعملوها بيان سور لا بو غراس راهي رجال ونساء معناتها فما برشا زاد رجال عندهم دي شو كيفاش خسر لي هز راسه سي هز راسه مكي خاطر نعرفك انت شنو تحب تخسر دار المشكل بعدين انت البو نتاعك غراس مادام تلمع سيكو غراس لوك من بعيد اي دونك الى اما لوك تنجم يكون عام بوتوكس راهو ياسر مشتي يحب بوتوكس واحتفال بعيد المرأة عامله بوتوكس ربي خطير خطير لوك بالهايلايت ايوا هذه جي تعطي كل شيء كيفاش يعطيك الصحه دكتوره هاجر الاجنف طبيبه تجميل اليوم حكينا على ليدرا فاسيال دونك لانديكاسيون نتاعو شكون اللي ينجم يستعملها وكيفاش نستعملوها وشنو هو لو ريزولتا هذا كل حكينا فيه اليوم في استوس بوتي نمشيو موزيكا صغيره وراجعين باش نتواصلوا معكم بقى
ميري اي اف ام احلى راديو العشرة و44 دقيقه. الناس اللي تبعوا فينا كل على لي زوند نتاعنا اي اف ام احلى راديو. مازلنا باش نتواصلوا معكم حتى ال 11 نتاع الصباح. مكي دليل اليوم دليل طاحت في الموعد. انت دولي انت عملك قبه خضراء. سليم من بكري عمل لي قال لي اخويا طاحت في الناس الكل. اسامه فرح دليل قلت له انت اخويا مريقل معايا دونك ما نطيحش فيك. دونك شنو لازمنا نعملوا يا سيدي؟ قبه خضراء وكحول هنا ريت في اي اف ام قالك بوسول وراس. دونك دالي سامحني يا مصباح راه اول مره دالي يصبح ريق الوقت هذا. صحيح هو في العادة دالي ماتينالي فيق الستة وفيق الستة ونص حتى لو كان يروح مع ثلاثة ولا أربعة معنا فيق ستة ونص غريبة غريبة. دونك اليوم مش نحكيو على الديفي هذولي قاعد يحضر لك في الفيديو مضروبة بالسيفود. لا لا ما ما ما, ما فماش فما فيديو هو كان يوصل يخرج عنده فيديو في التليفون كان يوصل يخرج الفيديو هذاك. يصير ما لا يحمد عقباه على خاطر بالرسمي في الفيديو هذاك صارت برشا حاجات. انا فما حاجه اللي نحب نسالها علاش ما عطيتنيش لي فالور ريال من الاول بكل زعما بالحق الميزان كان لا 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 والله لا كان 108 بالرسمي من الاول كان 108 وليت 101 وماشي ماشي ماشي وننقص معناه ماشي وننقص. بون هو قال لي راه مانيش باش نوصلوا باش نوصلوا كيما نقولوا نحن باش نمسوا 97 96 ليديال اللي باش يكون فيه على خاطر ماك تعرف باش نحي الكرش راهي تاخذ برشا وقت. نحن عملنا حاجه اكسيليغي على الاخر باش نخلطوا هكا ولا هكا رانا كي سور من هنا لاخر السيزون رانا باش نخلطوا انه الكرش تتنحى كومبليتمون ومن بعد قال باش نكملوا في الريتم باش يعاود لا فاز دو ستابيليزاسيون باش يبدا البدا نستابل باش نجم ناكل نورمال. بون مش باش نرجع ناكل كيما قبل اتوغي اترافير سكر وملح وعجين وحكايات هذوكم الكل ولكن باش نرجع ناكل على الاقل الحاجات اللي نشتهيهم ناكلهم. هما لي تخوا بلون يقول لك يفو ايفيتي اللي هو السكر والملح والفارينه هذوما ثلاثه حاجات المضرين بالصحه غير ما سكر سكر بالرسمي عنده طلع افا كبيره السكر حاجه غير عاديه معناها وانت من بكري قاعده تدخل تاكل في برشا حلو انا راني ناكل اكثر منك بالحلو ديجا عندي عماتي زوز يعملوا نستلي بالنستلي وحليب وشوي قهوه وسكر ارماتوره يسميوها لا هكا بالرسمي عندي عماتي زوز نقدم لهم تحيه ولكن بالرسمي كي يشربوا القهوه سكر مش قهوه معناها تعلمت عليهم دونك كماكلة السكر وماكلة الحلو دونك الحمد لله يا ربي سي بون توا سي وليت ما عادش ناكل سكر جملة حاجة باهية ساعات نحط في القهوة طابع ساعات مش ديما أما سافا يفو لو رومبلاسي بار لو سكر نوار بوتيتر براون شوغر يمكن اخف شويه هو دو بريفيرونس نحي والسكر شويه حتى نقول لكم شكون اللي قاعده تحكي توا في الميكرو لانه مازلنا ما قدمناش شكون اللي تحكي في الميكرو دونك الناس اللي تبع فينا باش نمشيو البوب صغيره ومن بعد راجعين. انا هجر الحناشي استناوني كل يوم من 11 حتى كشل نصف النهار باش نجاوب على تساؤلاتكم في مختلف المجالات صحه تعليم قانون اقتصاد. اذا عندك اي استفسار ولا مشكله تحب تلقى لها حل انت تسال والو اي اف ام تجاوب. الو اي اف ام من 11 نصف النهار مع هجر الحناشي على اي اف ام احلى راديو. الو اي اف ام بمساهمه لونيفرسيتي سنترال بارتنير الجهه. فرح اي اف ام احلى راديو ال 10:47 دقيقة وقيت مع بعضنا باش نحكيو بريكو ديكو. دونك باش نتواصلوا معاكم حاضرة معنا هاجر المرغني مهندسة ديكور ومفروشات. صباح الخير هاجر. صباح النور. شنو أحوالك؟ الحمد لله عايشة. شرفنا هونك في الاستوديو. دونك بكري هاجر هي اللي حكيت على الشوغر براون شوغر. دونك فما حتى لو سكر دو فركتوز معناتها سكر الغله كي بيان معناتها تنجم تستعملوا في ليكيد يظهر لي فما ليكيد وحتى بودر زاده لا للسكر لا للسكر صليب عليكم السكر. دونك اليوم باش نحكيو على توندونس المفروشات وكيفاش نختاروا مفروشاتنا معاك هاجر. صباح الخير، ميرسي فرح على الانفيتاسيون. مرحبا. اون فابروفيتي اليوم باش نحكيو على حاجة مهمة برشا في الدار، بون ديكور، الكوكونينغ، تو سكي ميزون سيغتينمون معناتها توا العباد الكل يهتموا بيه، والناس الكل تصعب شكون دارها مزيانة، بيان ايكيبي، ابخي تو معناتها سيت ان ايكيليبر بور توت لا فامي، معناتها ديكو دارنا تبدا منظمة، وديكو عندنا لوازم الكل. مي زادا فما حاجة اللي تري امبورتونت اللي هي بيت النوم، اللي هي النوم، معناتها لا كاليتي دو سوماي اللي تري امبورتونت بور لي بيرسون، معناتها لي بيرسون دو توت اج من اللي تولد صغير حتى لين يولي معناتها عبد كبير يلزمو يرقد مليح سي تري امبورتون للسونتي نتاعو معناتها هي ما برشا دايوغ الانسان العادي يعدي الانكار نتاع حياته ريقد
normalement. Donc, pour tout cela, ils aiment nختaro des draps, qualité de draps ou de matelas très très importante. Ça a tab معناها يشري بيتنوم برشا ملايين ويجي في جاريه وفي لي دراء وكل يقول لك لي ناخذ اي حاجه. بالعكس معناتها نبداو بالسوميي باللي دراء باللي ريدو خاطر هذوكم اون كونتاكت معنا ديريكت بالبو بالريسبيراسيون بكل شيء. سورتو كو توا برشا صغيرات عندهم بوكو دالرجي زكريان دونك il faut bien choisir le tissu القماش. فما عباد زاد عندهم حساسيه من تو سكي بوليستر سورتو في السخانه خاطر اون فيت هو سي كوا لا ديفيرونس انتر ان بون تيسو اي ان بون ديما ننصح بالكوتون اللي هو رابور كاليتي بري. عندنا كوتون عندنا ساتان كوتون عندنا لو بومبو اللي هو ياسر توندونس ياسر دارج خاطر سي ناتوريل و سي ايكولوجيك زاده معناتها في دقيقه معناتها حتى بور لا ناتور. ماذا بينا نختاروا دي تيسو سورتو توا بعد لي ريني وبعد الكوفيد وكل ولينا تري توندونس نختاروا حاجات ايكولوجيك سورتو حتى غاليين شويه معناتها نقصوا باغ اكزومبل واحد باش يشري برشا قطعات معناتها رخاص يشري قطعه ولا اثنين يبدل بيهم دو بون كاليتي خير من اللي معناتها يكثر وما يكونوش هايلين. دونك سي بور سولا نختاروا دو كوتون اللي هو الكوتون معناتها باهي بور لي جون اليرجيك باهي بور لا بو باهي بور لا ريسبيراسيون ما يشدش لي زكاريان ما يشدش لي تاش معناها حتى كي واحد يعرق سا ابسورب في الليل سورتو معناتها بيان سور معناتها سولون لي سيزون نبدلوا لي دران تاعنا نبدلوا لي تيسيو في الشتاء ناخذوا حاجات تدفي وفي الصيف ناخذوا حاجات معناتها تبرد. دونك يلزمنا اون في اتونسيون ا سا حتى لي ريدو فرح ماذا بينا في الصيف اون اليج كان عندنا كسوه ولا عندنا دوبل ريدو نحيوهم خاطر ديجا يسخنوا ويلموا الغبره ولي زكاريان نخليو ان فولاج تري سامبل ماذا بينا نغسلوه اكثر ماذا بينا معناتها لي ريدو في الشتاء نجمو نغسلو لهم شاك 3 موا في الصيف لي ماذا بينا كل معناتها مره في جمعتين مره في ثلاثه جمعات نغسلوهم يشيحوا في ساعه ما فيهم شيء ويكونوا اباز دو تكستور معناها قمرايه ولا كوتون ولا مثلا نبعدوا على سانتيتيك قد ما نجمو خاطر يدخل السخانه وحتى يدخل السخانه ان تيرم دو كليماتيزاسيون وغيره معناتها باش يخلي ديما هكا لو كوكون تاع السخانه في السانتيتيك جوستومون يخلي ويخلي لي زكاريان ويخلي الغبره ويجبد معناها كيما قلت السخانه الكل تدخل فيه معناها سا غوفليت مال حتى في الريحه حتى في كل شيء معناها فيما يخص التوندونس المفروشه ديما في الصيف ما عندناش بوكو دانسبيراسيون كيما كنت حكيت من البدايه لانه في الشتاء نجموا نرميو لي بلاد الكروشي لي فورور توندونس دونك عندك زاد هكا المخادد دونك هكا باش نعبيو الفرش اما في الصيف براتيكمون ماذا بينا ملحفه حاجه خفيفه والله الا نجموا نختاروا توا معناتها نشوفوا دي توندونس اون لان دي جوتي اون لان نجموا نختاروا معناتها ان جوتي اون لان نجموا نرميوه فوق الملحفه فهمت برشا عباد كان عندهم زاد دي كليماتيزاسيون يحبوا يتغطاو بحاجه خفيفه دونك ننصح باش تكون قمرايه ولا تكون كوتون معناها دوبلي يكون الفيل خشين مي سينو نجمو نخليو فرشنا تو سامبلومون اون اوني تري توندونس لي كولور اوني دايور برشا عبيد ولات ال اوبت وانا بيدي ننصح باش يكون الفرش تاعنا اوني ولي زاكسيسوار ولي كوسان هما اللي يكونوا فيهم برشا الوان وبالعكس الصيف يحب الالوان نجمو نحطو معناتها اون هاكا نوت دو كولور نجمو نحطو بلان دو كولور باستيل نشوفو لي باستيل يسون انكور اون توندونس نزيدو معاهم اون توش دو هاكا جون ولا فير حاجه معناها كي نو رابيل لا ناتور ولا فما برشا عبيد يرتاحوا في البلو معناها نرجعوا للستيل تاع الموبل الستيل معناها المود نتاع العبد كل عبد والالوان اللي يرتاح فيهم ماذا بيه هما اللي يختارهم في الشامبر كوشي باش يكون مرتاح اون فيت فما ناس ترتاح في الكريا وفي الغامق فما ناس الغامق يعطيها بوكو دو فيتامين ويفيقها دونك تحبذهم في الصالون ولا في الكوجينه وتحط لي كولور هاديه في بيت النوم فما ناس ما ياثرش عليهم الالوان برشا دونك ليسونسييل تكون بيت النوم معناتها حيه وفيها برشا حاجات دونك بالنسبه لاختيار المخده نتاعنا وال الليتري نتاعنا كنت حكيت من البدايه معناتها حاجه تريز امبورطونت اليوم الناس يتجهوا نحو المخده ولا والمضربه اللي تبدا يابسه والا اللي تبدا هكا تغرق دونك كيفاش نختاروا غيرما هو ايفو ميو تكون تغرق معناتها يكون البدن كي يرقد عليها يبدا انفلوبي معناتها تبع البدن تبع لي فورم تاع البدن والمخده كيف كيف كي تحط عليها راسك ماذا بيك معناتها تبع لك الانفلوب نقولوا احنا تحضن معناتها لي فورم باش انت باش معناتها الانسان ما يتقلق
تتعلقش ما تكون شيبسة انها تتأثر عليه وما تكون جزيدة ترية انه الراس يعبط معناها لما ذا بينا تكون بومبي اما لا كاليتي معناتها اندوية هكا ترية الانفلوب الراس والرقبة وكيف كيف الجرية ماذا بينا تكون جريتنا من الفوق كان ريتهم تدا فيهم اون كوش نتاع حاجة ترية اللي هي الانفلوب حتى كان تكون موس فما دي كاليتي دو موس ا ميموار نقولوا احنا تاخذ الميموار نتاع البدن هذوكم احسن حاجة ترتح واحسن حاجة كونسيي فما زاد حتى اللي تخي اللي بالماء اليوم كي كونسيي سورتو العباد اللي عندهم مشاكل في الظهر ولا كاريمون تبدا يابسه للعباد اللي عندهم مشكلة في الكولون فيرتيبرال جوستوم اللي عندهم بون فما عباد عندهم مشاكل في الكولون فيرتيبرال يبدلوا كاريمون جرية معناتها فما جرية تكونوا يابسين على الاخر والا توا نشوفوا ان سور ماتلا معناها ماتلا جويد تحطه فوق جريتك يمشي معاك معناتها البيريود تاع العلاج اللي واحد باش يستعملها ومن بعد ينحيه خاطر سافا با دوري معناها والماء سورتو للعباد الكبار الاجي اللي ما يتحركوش برشا من الفرش فهمت دونك هذيك جريه لي تري كونسيي و تري براتيك معناها بور ايفيتي معناتها بور ايفيتي تعب و ايفيتي لي مارك وكل في البدن بي دونك بالنسبه للناس اللي تستعمل لي كويت اي لي اوس دو كويت دونك نعرفوا فما اللي العباد اللي تستعمل الوات وفما العباد اللي تستعمل ريش النعامه الدوفي ريش النعام هو اكثر حاجه تدفي واحسن كويت معناها ترتح معناتها ابارامون كل عام يعملوا دي زيتود معناتها الانسان يرتاح برشا في ريش النعام حتى المخده دايور ينجم يختارها ريش النعام ريستون كو فما سولون لي مويان فما عباد كيف باس بيرمي تنجم تعوضها بالوات الوات ليسونسييل معناتها تكون الدنسيتي نتاعو يكون خشين وكوتوني معناتها كي تمسو ما يكونش يبس جوست بالنسبه للبلوم البلوم هذوما اللي حكينا عليهم نتاع النعامه ريش النعامه اسكو سي فري في الشتاء يسخن وفي الصيف يبرد في الصيف يبرد معناتها في الصيف تنجم تحطها من لوطه لاكويت نتاعك تنجم تحطها من لوطه وتفرش فوقها ملحفه تبرد وزاده معناها تكون مريحه على الاخر ترتاح سورتو كو لي سور ماتلا في تونس من هم شو بكثرة جست ما عنا برشا معناتها ما عنيش برشا شوا الحقيقة في اللي تخي في تونس معناتها باقي نشوفوا دو موا زو موا لو شوا نتاع اللي تخي سورتو اللي سور ماتلا اللي يمشيو مع العبد كل عبد معناتها فيش يرتاح فهمت دونك انا كيما قلت انت سي اون تري بون ايدي الكويت نتاعنا نتاع شتي نجمو نرقدوا والا كيما نقولوا الكويت القديمة نجمو نرقدوا عليها نردوها سور ماتلا ونخليو الكويت الجديدة ولا ناخذوا دو كويت على باز واحدة نرقدوا عليها واحدة نتغطاو بها دايوغ نشوفوا هذوما لي تروك في لي غران لوكس معناها في لي غران زتيل في لي غران لوكس ديما نلقاو لي بلوم ونلقاهم معناتها فوق جرية ونتغطاو بهم زاده فما زاده في لي تري نشوفها ديما في الصيف كيما فرش فيه سور بيكور ويبدا جويد معناتها يعطي رونق ويعطي معناتها ان بريستيج للفرش هذوكا سي كونسيي بور ليتي ولا حتى ليفير زاده اون فيت في سي كونسيي انا بون بور ان لي معناها ماذا بينا نحطوا ليتي نتاعنا لي 50-70 لي 60-60 من تالي العباد اللي تحب اكثر مخادد وترتاح فيهم خاطر المخده 50-70 اللي نرقدوا عليها ماذا بينا ما نسهروش عليها ماذا بينا ما نهلكوهاش معناتها نعملوا وحده نتكيو عليها باش نقرا ولا فما عباد معناتها البو سو بيرميت حتى باش تشرب قهوه ولا تاكل في فرجه ونخليو مخدتنا للنوم اكاهو سي تري امبورتون باش تقعد نظيفه وباش تريحنا تقعد معناتها نقولوا احنا ريحه النوم مش فيها حاجه اخرين واللي بلاد هذوما اللي هما متلاسي يبداو جويدين مزيانين بيان سور في الصباح تقوم تبدا الملحفه معناها تحط ملحفتك اللي هي تكون معناتها اون انتيميتي وتحط فوقها الجوتي اللي هو لو كاشتو يغطي وفي الشتاء زاد تنجم تحطه فوق كويتك معناتها تو ني با اوبليجي ما تنجم تكون الكويت نتاعك ولا فما عباد يستعملوا فراشيه يرتاحوا فيها تنجم تكون ماهيش اسورتي على الامبيونس دونك اكل بلاد هذيك تستعملها سي فو شتي تنجم ترميها من الفوق تكون ان كفر معناها الكوفر لو تو فهمت وهما توندونس ديجا مزيانين على الاخر يبدا فلوري en patchwork le patchwork et surtout le patchwork fait main il y a des choses originalité معناها ونجم نحطوا الالوان الكل والحاجات اللي تعز علينا الالوان اللي نحبوها معناها ولي سوفينير نتاعنا كل dans un couvre-lit maintenant en fait oui oui certainement donc là je me chauffe et ça pour s'inspirer mais les créations تاع هجر مرغني مهندس ديكور ومفروشات
اليوم حكينا على التوندانس المفروشات وكيفاش نختاروا مفروشتنا باش نكونوا في أريحية كبيرة. يعطيك الصحة هاجر على كل هذه النصايح القيمة. يعطيك الصحة مكي نفتي دي رافقتنا توالي ساعتين من الموعد. بون ويكاند ليك انت زادة. دونك هكا تقريبا وصلنا لنهاية موعدنا في ساعتين فرح. انا نحب نقول الناس اللي رافقونا من 9 حتى ال 11 بون ويكاند ليكم. ان شاء الله نهاية اسبوع طيبة, فما حفلة, فما برشا اجواء, امشيوا واخرجوا سورتو كو باش نسمعوا شوية اخر النصايح من عند ألفة اللي باش تقدم لكم حالة الطقس وين تنجموا تمشي وين تنجموا ما تمشيوش. دونك حافظوا على التباعد, حافظوا على التباعد سورتو خاطر الوضع الوبائي ما سيكوريتي يكونوا موجودين. وي وي دونك سورتو العباد اللي باش تمشي للوت لو باش يكون في احتكاك كبير. يعطيك الصحة, يعطيكم الصحة الناس الكل اللي رافقتونا طوال ساعتين. وقاية الميتيو ميتيو عسلامتكم ومرحبا بكم.